فحقيقة اللحم الأبيض مفضل على لحم الأنعام. فالمولى سبحانه وتعالى في سورة النحل قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالفائدة المرجوة من الأنعام هي الاستفادة من الأصواف والأوبار والأشعار، ثم يأتي بعد ذلك حسب التدرج القرآني الاستفادة من لحوم الأنعام. لكن بالمقابل في نفس السورة، سورة النحل، اللحم البحري، يقول المولى سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني سبحان الله، هذه المساحات الشاسعة من البحار سخرها الله المولى سبحانه وتعالى للأكل. وكيف وصف المولى اللحم أو لحم البحر؟ بطري طازج، حتى وإن كان ميت فهو طازج، عكس اللحم الأحمر أو لحم الأنعام الذي يشترط فيه التذكية حتى يؤكل. ففوائد اللحوم البحرية كثيرة ومتعددة. كذلك كما هو مثبت في السنة الصحيحة عن هدية أهل الجنة أول دخولهم لها، فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، يريد أن يختبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: زيادة كبد النون، وقد اتفق أهل العلم على أن النون هو الحوت. فسبحان الله، هدية تحفة أهل الجنة أول ما يدخلون هي زيادة كبد النون، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب. فالكبد الحوت غني بالكثير من العناصر والمواد والفيتامينز. ولعلنا نذكر أهم ما يميز زيادة كبد الحوت. ما يميز كبد الحوت هو فيتامين دال، غني بكميات كبيرة من فيتامين دال. وبالمناسبة فيتامين دال يسمى فيتامين الشمس، لأنه المصدر الرئيس للحصول والتزود بهذا الفيتامين هو أشعة الشمس. ولأن الجنة لا شمس فيها، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، سبحان الله. ففوائد فيتامين دال كثيرة، ومن أهمها تقوية العظام، تقوية العضلات. وللأسف الشديد يعني النقص فيتامين دال في أطفالنا صار متفشي بشكل كبير. يعني للأسف إذا سقط الطفل على الأرض مباشرة يتعرض لكسر، والسبب طبعا هو نقص فيتامين دال، إضافة إلى هذا المشروبات الحمضية. المشروبات الحمضية تؤدي إلى خروج الكالسيوم من العظام ويصيبه بالهشاشة. فسقوط الطفل نقص فيتامين دال مع خروج الكالسيوم بسبب المشروبات الغازية يكون العظم قابل للكسر بكل سهولة. ففيتامين دال مهم جدا لصحة العظام، مهم للعضلات كذلك. الآن الدراسات تثبت ارتباط وثيق جدا جدا بين نقصان فيتامين دال وبين ظهور السكر، أمراض القلب والضغط والسرطانات. كذلك كبد الحوت غني بفيتامين ألف، وفيتامين ألف مقوي كبير وأساس للجهاز المناعي. فيتامين ألف مهم للرؤية، وخصوصا الرؤية الليلية. فيتامين ألف مهم وجميع الخلايا، يساعد على نمو الخلايا بشكل عام، وهو مقوي جنسي. إضافة إلى أنه فيتامين زيادة كبد الحوت كذلك غنية بالأوميجا. وحقيقة إذا أردنا الحديث عن الأوميجا يعني نحتاج إلى أكثر من حلقة، لكن لعلنا نوجز الأوميجا في شيئين، وهما طبعا القلب. الأوميجا تقوي من القلب وتحمي القلب بإذن الله من العديد من الأمراض. الأوميجا تقلل الدهون الضارة.